إن تناول كافة الأطعمة كوجبة فطور صحي على الريق ليس أمرا صحيحا دائما، لأن ما نتناوله في الصباح له تأثير كبير على المعدة والأمعاء، أي أن الخطأ في اختيار الأطعمة المناسبة قد يشكل خطورة على صحة الإنسان. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك الجديد. إليكم أطعمة لا ينصح بتناولها على الريق. البرتقال. ما يشاع عند عموم الناس أن عصير البرتقال هو الفطور المثالي الصحيح، لأنه يعطي الجسم القوة والطاقة منذ الصباح، ولكن بشرط تناوله بعد الفطور وليس على الريق، لأنه يحتوي على العديد من الأحماض المختلفة قد تسبب التهابات للمعدة. الحلويات. يفضل عدم تناول المعجنات المحشوة بالكريم والشوكولاتة على الريق، لأن البنكرياس يعجز منذ الصباح عن إفراز الكميات اللازمة من الأنسولين، ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم. القهوة. يفضل تناول هذا المشروب الصباحي بعد وجبة الفطور، لأن القهوة عند تناولها على الريق تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، ما يؤدي إلى حدوث التهاب في جدارها، كما أن تناول القهوة منذ الصباح يشكل عبئا ثقيلا على الكبد. الخيار والخضروات الخضراء الأخرى. هذه المواد في حالتها الطازجة تصبح خطرة على صحة الإنسان، وذلك في حالة تناولها على الريق، لأنها تحتوي على أحماض قوية، وفي الصباح لا يوجد ما يكفي من العصير في المعدة لهضمها، وبالتالي يمكن أن تسبب للشخص حرقة في المعدة مع إحساس بعدم الراحة. الموز. أفضل وقت لتناول الموز هو بعد مضي ساعة على تناول الغذاء، فالموز في الصباح يتم هضمه ببطء، ما يسبب انتفاخا وإزعاجات أخرى للمعدة. علاوة على ذلك، يعتبر الموز فاكهة غنية بالمغنيسيوم والذي يمتص بسرعة كبيرة في الجسم، وبالتالي زيادة العبء على القلب. كما أن تناول الموز بصورة منتظمة خصوصا على الريق قد يسبب مشكلات كبيرة داخل الأوعية الدموية.